نحن هنا في مركز إيواء وسط مخيم جباليا بأحد مدارس النازحين. هنا في هذه الخيمة تتواجد عائلة الشاب نائل فياض، حيث أن نائل قد استشهد قبل يومين أثناء محاولة الحصول على الطعام من المناطق الحدودية في شمال قطاع غزة. سنكون مع أحد أفراد هذه العائلة ليصف لنا ماذا جرى مع نائل. يعطيك العافية. لو تحكي لنا إيش اللي صار معنا؟ مات الصبح انا ونايل ندور على اكل ونطعم الاولاد ونشرب الاولاد، عنده 7 نفار، طلعنا ندور لهم على اكل وشرب وراح هناك واستشهد. طب المنطقة اللي انتوا رحتوا عليها، انتوا بتعرفوا انها منطقة خطيرة ولا كيف؟ نعرف انه منطقة خطيرة بس من نأمن الاكل وشرب للاولاد الصغار، عنده 7 نفار، طلعنا انا وياه عشان نأمن الاكل وشرب للاولاد. طب المنطقة اللي انتوا وصلتوا لها كيف صار فيها الاستهداف؟ هل انه في تحذيرات من الجيش؟ هل الجيش حذركم؟ فيش لا تحذيرات ولا حاجة، بس قاعدين بنلقط بصل اجت القذيفة علينا. يعني انتوا مشواركم كان بس فقط للحصول على البصل؟ الحصول على الاكل وشرب، ايش بنلاقي اكل وشرب، بصل، خبيزة، حمصيص، ايش بنلاقي عشان نجيب للاولاد. طيب المكان اللي انتوا كنتوا فيه واللي انتوا رحتوا له صار فيه كذا استهداف قبل هيك، ليش خاطرتم حالكم مرة أخرى وتوجهتوا للمكان؟ مش أكل وشرب، فيش مكان غيره نجيب منه أكل وشرب، فيش بديل يعني إحنا الواحد يجيب أكل وشرب مكان من غيره. طب لما صار الاستهداف هل تواصلتم مع سيارات دفاع الإسعاف؟ هل تواصلتم مع الأطباء؟ هل تواصلتم مع المستشفى؟ فيش منطقة هناك قد ما تتواصل، فيش منطقة اللي برد عليك فيش فيها رسائل، فيش فيها استقبالات الواحد. طب ماذا ترك نائل من أطفال خلفه؟ 7 نفار، مالك، جهاد، وابراهيم، اسماء، ومحمد، وماريا، وادم. يعني نائل ذهب ليحضر الطعام للاطفال ولكن عاد وترك خلفه 7 من الاطفال. 7 اطفال. كان الله في عونكم. اذا هي فصل جديد من فصول المعاناه التي يعيشها سكان شمال قطاع غزه. الخطوره موجوده والاستهدافات موجوده، ولكن السكان يحاولون دائما البحث عن الطعام والبحث عما يسد رمق أبنائهم من طعام، ولكن رغم الخطورة ورغم الاستهدافات في المناطق الحدودية إلا أنهم يصرون على الذهاب بالحصول على الطعام لأبنائهم، مع علمهم المسبق بأن المكان خطير. وهذا المثال لعدد كبير من الشهداء الذين سقطوا بنفس الطريقة، أي أنهم ذهبوا لإحضار الطعام ولكنهم عادوا شهداء. محمد أحمد من شمال قطاع غزة لصالح قناة تيرتي عربي.